معانا النهارده واحدة من أشهر أنواع البوم في العالم، البومة الفرعونية. في عندنا هنا في مصر حوالي 7 أنواع من البوم، أشهرهم هي بومة الحظاير، هي الأكثر انتشارا في مصر. ثانياً هي بومة الكحول، طبعاً اللي هي بتتقال برضه أم قوية. تالت حاجة بومة طويلة الأذن، ورابع حاجة بومة خصية الأذن، خامس حاجة بومة السبك، سادس حاجة بومة الصحراء. يعني البومة مش هي الطائر اللي يتدرب ويتهدي بيه زي السقوط. البومة كائن يتربى زي القطة، هو أنت ممكن تعتبرها قطة بجناحات. هي عامة بتتغذى على القوارض، في الأساس القوارض. والبومة الفرعونية عامة هي بتعيش في الصعيد مش على السواحل. هو توزيعها الجغرافي بيشمل طبعا دول زي مصر ودول شمال أفريقيا من أول ليبيا لحد المغرب والجزائر، هي أساسا موطنها الأصلي هي دولة الجزائر، وكمان بتعيش في دولة مالي والسنغال وتشاد، وكمان بلاد شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. تربية البومة عامة مختلفة عن تربية السقوط خالص، هي أيوة طائر جارح ولكن ليها سمات مميزة، يعني غير الشكل لو انا بتكلم في السلوك. البومه الفرعونيه عامه هي مفيش منها اي ضرر، هي مش مؤذيه نهائي، كل انواع البوم مش مؤذيه نهائي. وطبعا من اكتر الشائعات المقززه بخصوص البوم هي انها وش فار، يعني انت احكم هي ديت وش فار. طبعا يا جماعه بخصوص الشائعات اللي بتقول ان البومه وش فار او الغراب شؤم، اولا مفيش حاجه اسمها شؤم اساسا، فالكلام ده كله جهل ملوش اي سند علمي، ملوش اي اساس من الصحه ولا من المنطق. هو للأسف كون إن احنا نفكر إن في حاجة سواء حيوان أو لا إن هي نزيل للشؤم، ده لوحده عار، لأن دي طريقة تفكير القرون الوسطى وإحنا في القرن 21. عيبنا بأفكار في علم وتكنولوجيا وتطور، في الآخر تقول على حاجة نزيل للشؤم. يعني فصيلة البومة عامة بتنقسم لعيلتين، في أولا عيلة بومة الحظائر وعيلة البوم الحقيقي. عيلة البوم الحقيقي في منها جنس اسمه جنس البوم المكرن، والجنس ده بيضم 24 نوع، منهم بومة النسر الأوراسية وبومة النسر الهندية وبومة النسر الفرعونية اللي هي موجودة معنا النهاردة. وهي بتعيش عامة في المناطق القاحلة المفتوحة، وبتعيش في الأماكن اللي فيها نتوءات صخرية وسهول ووديان ومنحدرات، وأماكن توزيعها الجغرافي هي من أول مصر لحد المغرب في دول شمال أفريقيا، يعني من مصر لليبيا للجزائر لتونس للمغرب، وكمان دول زي تشاد والسنغال ومالي، وكمان بتشمل بعض الدول في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق. هو عامة البوم كائن ليلي وبينشق كمان في وقت الغسق، وده وقت الوقت اللي هي بتصطاد فيه وبتفضل تصطاد فيه. وفي الغالب المنطقة اللي هي بتصطاد منها بتكون مساحتها 5 كيلو. وكمان البومة الفرعونية بتتغذى على الثدييات الصغيرة زي القارد، وكمان هي بتصطاد أي حاجة تلاقيها، يعني مثلا ممكن تاكل طيور، وكمان بتصطاد الزواحف زي التعبين والسحالي، وكمان خنافس وعارب، يعني هي مش بتقول اللي تلاقيه لأ. ومن أكتر المعلومات الجميلة بخصوص البومة الفرعونية هي إنها أحادية الذوق، يعني هي بتختار شريك واحد لمدى حياتها. والعيش طبعا بيكون ما بين الصخور، لان احنا قلنا هي بتعيش في الاماكن اللي فيها نتوءات صخريه. والعيش طبعا بيتكون من بيضتين، ودوت هو شكل البيضه بتاعت البومه. ثانيا البيض عامه بيقعد شهر على ما يفلس، وكذلك الفرخ بيقعد شهر على ما يسيب العيش، ولكن رغم انه لما برضه بيسيب العيش الاهالي برضه بتفضل متابعاه. واخيرا ولحسن الحظ البومة الفرعونية غير مهددة بالانقراض. اشوفكم في فيديو جديد مع حيوان جديد.